أهلا بكم. قالت وزارة النفط أنها باعت شحنات فورية من النفط الخام عن طريق المزاد الإلكتروني، وأضافت الوزارة أن الإيرادات المتحققة جاءت من مبيع بعض الشاحنات عن طريق المزاد الإلكتروني في بورصة دبي للطاقة بشحنات فورية بعلاوات سعرية. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإيرادات المتحققة للفترة من حزيران 2017 وحتى نيسان 2019 زادت عن 43 مليار دولار. قالت هيئة الجمارك في مطار بغداد أنها حجزت شحنة أغلفة فارغة كانت بحوزة مسافر كان ينوي إدخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة. وأضافت الهيئة أن الأغلفة تستخدم في عمليات الغش التجاري، حيث تعبأ بالتوابل المحلية وتباع للمواطن على أنها أجنبية المنشأ. يذكر أن عمليات التهريب للبضائع المغشوشة أو مستلزمات الغش التجاري من مواد خام أو تغليف قد زادت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ما أثر على السوق المحلي والصحة العامة في البلاد. قالت مديرية مكافحة المتفجرات إنها ضبطت شاحنة كبيرة محملة بمستلزمات طبية وبروتينات وأدوية مهربة غربي بغداد. وأضافت المديرية أن الشاحنة ضبطت في محيط سيطرة أبي غريب وألقت القبض على السائق، وصادرت الشاحنة والحمولة التي كانت عبارة عن أجهزة ومستلزمات طبية وبروتينات وأدوية مهربة. هذا وقد تزايدت بشكل لافت للنظر عمليات تهريب وغش الأدوية والمستلزمات الطبية، ما يظهر حالة التراخي الذي يعيشه القطاع الطبي في العراق. قال قائم مقام بعقوبة عبد الله الحيالي إن خدمات شبكة آسيا سيل سيئة للغاية، لا سيما في منطقة بعقوبة الجديدة، ما سبب شكوى مستمرة من قبل سكان هذه المنطقة. ودعا الحيالي شبكة آسيا سيل للهواتف النقالة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين خدماتها في قضاء بعقوبة وأطرافها. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.